العلاقات مع العالم العربي ستشهد قفزة نوعية في حكومة الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، حديث يطغى على لسان أنصاره والدوائر المقربة منه. فرئيسي سبق أن أعلن أن العلاقة مع دول المنطقة ستتصدر أولويات سياسته الخارجية. أولوياتنا في دبلوماسية الاقتصاد هي البلدان الإسلامية في المنطقة، ونعتقد أن بإمكاننا توفير الأمن من خلال تفعيل هذا الجانب، ولا نؤطر أمننا في إطار تعزيز قدراتنا العسكرية فقط. نريد أن يكون أساس أمن المنطقة مبنيا على المصالح الاقتصادية المشتركة. مصالح من شأنها المساهمة في دفع سياسة إيران الخارجية لصالح التقارب مع دول المنطقة، رؤية يقول البعض أنها تشمل الدول الخليجية أيضا وعلى رأسها السعودية. السيد رئيس لا يريد أن يفوت فرصة إعادة العلاقات مع السعودية، خاصة وهو يعلم بأن السعودية يجب أن تقدم التنازلات ويجب أن تقدم المزيد لإيران بعد فشلها في اليمن وخسارتها حليف مهم وهو ترامب. لذلك هو يعني يرى أن الظروف مآتية لمباحثات جديدة، ويريد استخدام هذا الملف لصالح يعني الاقتصاد ولصالح دبلوماسية الاقتصاد. وبعد سنوات من التصعيد بين طهران والرياض، تكشف مصادر مطلعة أن اللقاءات الإيرانية السعودية قد تفضي إلى إعلان عودة العلاقات بين البلدين قريبة. إعلان ظريف قبل أسابيع استعداد بلاده لإرسال سفيرا إلى الرياض بعد حديث لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن المملكة تطمح بعلاقات مميزة مع إيران. رسائل يراها مراقبون بداية لمرحلة ستشهد انخفاض منسوب التوترات الإقليمية إلى حد كبير. أحمد البحراني، طهران، الميادين.